البارجة الحربية العسكرية الإسرائيلية، انظروا إليها. لم تنتهي هنا الحكاية، ليأتي العام 2006 حاملا فصولا جديدة من قصة صراع ظن الكثيرون أنها انتهت بخروج القوات الإسرائيلية من لبنان على أيدي مجاهدي المقاومة الإسلامية عام 2000. ست سنوات من الهزيمة، كان فيها ست سنوات من التحضير والتهيؤ للأخذ بالثأر ورد الاعتبار للجيش الذي لا يقهر، حتى جاءت عملية الوعد الصادق لتكون الذريعة والمنطلق للمباشرة بتمشيط الأهداف المعدة سلفا في بنك خاص. ما يجري اليوم ليس رد فعل على عملية أسوة، وإنما هو تصفية حساب مع الشعب والمقاومة والدولة والجيش والقوى السياسية والمناطق والقرى والعائلات التي ألحقت الهزيمة التاريخية بهذا الكيان المعتدي الغاصب الذي لم يعتد على الهزيمة. وأنا أوافق على هذا الكلام 100%، يعني بأن العملية يعني لم تكن هي السبب الرئيسي لاندلاع الحرب، استعملت هذه العملية المحدودة في أسر الجنديين كمبرر لشن هذه العملية الواسعة المحضرة والتي بلغت بعدوانها يعني حتى الحدود الشمالية من لبنان. العملية الواسعة كانت تقتضي بأن يقوم سلاح الجو الإسرائيلي بقصف كل مقار القيادات التابعة للمقاومة لشل منظومة القيادة والسيطرة وقطع كل الأوصال بين مختلف تشكيلات المقاومة، سواء في بيروت أو الجنوب أو البقاع. أن تخطط لقصف كل هذه الأهداف مع كل ما يلزم ذلك من معلومات تفصيلية خلال أيام أو خلال أسابيع، يعني هذا التخطيط هو تخطيط طويل ويتطلب الكثير من الوقت. وفقا لمعلوماتي أنا والتقارير اللي استقيتها من يعني بعض المصادر الأمريكية والمصادر الإسرائيلية، هذه الخطة قد وضعت قبل سنتين. قبل تنفيذ هذه الخطة جرى تسويق لهذه الخطة في الولايات المتحدة، يعني لم يكن في الصحافة، لذلك لم نعلم به عادة، ولكن جرى تسويق في بعض دوائر الإدارة الأمريكية وفي بعض المؤسسات الدراسات النافذة داخل الولايات المتحدة، وقد قام بتسويق جنرال إسرائيلي انتدب لهذه الغاية بشكل محاضرات يعرض فيها الخطة. في العام 2001 جاء إيال روزن إلى قائد المنطقة الشمالية آنذاك جابي أشكنازي وطالبه بإعداد خطط لمواجهة حزب الله، وبعد ذلك قام قائد المنطقة الشمالية الذي خلف أشكنازي بيني جينتس بتحضير 4 خطط مختلفة تم تطويرها مع مرور الوقت تحت أسماء مياه الأعالي وأمطار الأعالي وحامي البلاد وكاسحة الجليد، وقام أولمرت بالاطلاع على الخطط في أيامه الأولى وكذلك عمير بيرنز.
حملت حرب تموز 2006 على لبنان الكثير من المفاجآت التي لم تكن لتخطر على بال أحد. نقول أنها الحرب المفاجأة، وأستطيع أن أصف الحرب هذه أنها كلها حرب مفاجأة، أنها حرب مفاجأة، إنها مفاجأة في الهدف، في الأساس، في الانطلاق، في شرارتها، وحرب مفاجأة في الأداء، وحرب مفاجأة الغرب بالنتائج. لا تكون النتائج مفاجأة للمقاومين، ولكنها حرب مفاجأة الغرب بكل شيء. وإذا أراد الإسرائيليون أن يضعوا عنوانا لهذا الحرب، يمكن أن يتخذوا عنوانا لها الحرب المفاجأة. المكان خلت وردة غرب عيت الشعب، الزمان 12 من تموز لعام 2006. المهمة عملية نوعية تهدف إلى أسر جنود إسرائيليين، وهذا تحديدا ما حصل. كان الكمين الناجح الذي نصبته المقاومة للدوريات الإسرائيلية، والذي أدى إلى مقتل عدد من جنود العدو وأسر جنديين، يعني كانت هذه نقطة الانطلاق في المفاجآت التي أو مسلسل المفاجآت الطويل الذي تضمنته هذه الحرب. لم يكن الأسر بذاته مفاجأة بالنسبة للصهاينة، خاصة وأن حزب الله كرر الوعد على لسان الأمين العام، إنما المفاجأة كانت في تفاصيل العملية وظروفها. المفاجأة في اختيار المكان، فاختيار منطقة لمفاجأة الإسرائيليين بالمكان كانت مفاجأة. ثم المفاجأة الثانية كانت بالتوقيت ربطا بمساحة الهدف. ثم المفاجأة الثالثة كانت في الأداء الإسرائيلي بذاته، ردة الفعل المتراخية في الزمن. إسرائيل نعلم أنها لم تدرك ولم تعلم حجم المسألة إلا بعد وقت تجاوز الساعة، فكان أمر خطر بالنسبة للمنظومة العسكرية الإسرائيلية، المفاجأة في ردة الفعل. ثم المفاجأة الرابعة كانت قدرة حزب الله على إخلاء الأسرى من الميدان وإخراجهم من منطقة التهديد المباشر كما نسميه. الأسيران الإسرائيليان أصبحا في مكان آمن وبعيد بعيد، يعني ضرب جسر هون أو جسر هون. هو العملية صارت الساعة 9:05 للعشرة ونص 11 للإسرائيليين، فاقوا شو القصة، شو الحكاية، شو فيه شو ما فيه. لرئيس الأركان أقول، الذي يهدد بإعادة لبنان إلى ما كان عليه قبل 20 سنة، لبنان هذا الموجود هلا غير لبنان تبع قبل 20 سنة، وإذا اختاروا المواجهة عليهم أن يتوقعوا المفاجآت. منذ اللحظات الأولى جاء رد الإسرائيليين هستيريا، قصف مدفعي وجوي وبحري. 48 ساعة من القصف المتواصل أدت إلى تقطيع أوصال لبنان بضرب الجسور والطرقات وتدمير البنى التحتية والمرافق الحيوية، ما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين وتهديم البيوت فوق رؤوس ساكنيها. الوقت يمر والرهان على المقاومة يكبر. المقاومة التي استهدف عقر دارها لأول مرة لشلها ودفعها إلى الانهيار. قبل عملية الأسر كان حزب الله
وقد أخلى مراكزه بالكامل ودخل خطة طوارئ تناسب المرحلة المستجدة. السيد حسن نصر الله هو أول هدف في بنك الأهداف المقرر تنفيذه، وهذا ما صرح به وزير الداخلية الإسرائيلية رون بارون. لكن كان للسيد نصر الله كلام آخر. المفاجآت التي وعدتكم بها سوف تبدأ من الآن. الآن في عرض البحر، في عرض البحر في مقابل بيروت، البارجة الحربية العسكرية الإسرائيلية التي اعتدت على بنيتنا التحتية وعلى بيوت الناس وعلى المدنيين، انظروا إليها تحترق وستغرق ومعها عشرات الجنود الإسرائيليين الصهاينة. هذه البداية، وحتى النهاية كلام طويل وموعد. السيد حسن نصر الله أصدر أمرا بقصف البارجة ساعر 5 على شاشة التلفزيون، عندما قال انظر البارجة التي قامت بكذا وكذا، عدد شر أو شرور هذه البارجة على بيروت والضاحية، وقال هذه البارجة انظروا إليها في عرض البحر أنها ستغرق بمن فيها وبكل ما فيها. هذا أمر عمليات كان. إذن قيادة واثقة، قيادة ذائبة في المقاتلين، ومقاتلين يثقون ويذبون في القيادة. هذا ما عطل، ما شكل حقيقة مفاجأة، ونسميها مفاجأة منظومة القيادة والسيطرة في حزب الله. أرجع صاحبي، صار الهدف جاهز عند نشأ 204-630. الهدف جاهز، فيك تتعامل معه. الهدف 420-213، الهدف جاهز. باكورة مفاجآت المقاومة. صاروخ أرض بحر استهدف أهم قطعة في السلاح البحري الإسرائيلي، وأصاب مباشرة مهبط المروحية ومهاجع الجنود في الطوابق السفلية، وخلقت نوع من الذهول لدى الإسرائيليين عندما جاءتهم بعد دقائق صور القطعة. طبعا القيادة الإسرائيلية تورطت في مزيد من الغباء وفي مزيد من الكذب، فأنكرت ما قاله السيد حسن، وبعد دقائق جاءت الصور عبر كل الفضائيات لتؤكد بأن ما قاله الرجل كان صحيحا 100%، وبأن قيادتهم هي التي تكذب. وهذه البارجة حنات هي التي ضربت أثناء الحرب العدوانية بتموز 2006. المهمات الأساسية حاليا للبحرية الإسرائيلية هي تعتبر ذراع العدوان الطويل بالنسبة للقيادة الإسرائيلية، باعتبار أنه هذه البحرية بإمكانها أن تذهب إلى أماكن بعيدة، وضرب الحصار على تلك الأماكن، بلاد، مدن، مرافق، كما حصل بلبنان. حانيت، درة تاج سفن الصواريخ الإسرائيلية من عائلة الساعر ومن الطراز الخامس الذي تم تجهيزه على أنه سفينة المستقبل، لا تحمل على متنها الأسلحة المعروفة وحسب، وإنما أهم التقنيات الحربية التي تجعل منها الأفضل والأحدث على الصعيد الإسرائيلي وفي عداد أحدث السفن الحربية في العالم. مهبط مروحية تتعامل مع القوات البرية، ولها مضادات للطيران وصواريخ ضد الغواصات، قدرة على البقاء طويلا في عرض البحر، تحمل منظومات تكنولوجية وتسليحية هي الأكثر تقدما والأغلى ثمنا، منها منظومة باربري ماسكر.